أزيد من ربع مليون وحدة سكنية جديدة شيدت من طرف مؤسسات جزائرية بمواد بناء محلية 100%. إنجاز تاريخي يعكس المستوى الذي بلغته الجزائر في قطاع البناء والسكن. ربما الجديد هو أن هذه المساكن بأيدي جزائرية عمال جزائريين ومواد عالية الجودة مصنعة حاليا، وبالتالي أصبح قطاع السكن من القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي وكذلك المساهمة في الدخل الوطني وبالتالي زيادة في الاقتصاد الجزائري. قطاع البناء يعني وخاصة السكن يعني من القطاعات اللي عرفت يعني قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، ونرى أنه اليوم الإحصائيات يعني تدل على أنه الجزائر لحقت يعني إلى مرحلة يعني جد متقدمة في إنجاز السكنات وحتى في يعني قطاع الأشغال العمومية. من بلد مستورد لأغلب مواد البناء إلى منتج لها ثم مصدر على غرار الإسمنت والحديد والخزف، تحول يحمل عدة رسائل على الصعيدين الداخلي والخارجي. الجزائر يعني قدمت يعني أشواط كبيرة في هذا المجال، ويعني اعتراف كثير من الهيئات وحتى المؤشرات اليوم، يعني مؤشر التنمية البشرية ومؤشر يعني السكن، وكلها تدل على أنه فيه يعني تقدم نوعي في مجال البناء. الجزائر أصبحت يعني أيضا عندها قدرات يعني لولوج الأسواق الجوارية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى القاري. قطاع ينتظر أن يكون أكثر تطوراً بعد التسهيلات التي وضعتها الحكومة للاستثمار ودخول البنك الوطني للإسكان حيز الخدمة، حيث سيتم إطلاق صياغ سكنية جديدة.